دايما بقول ان المجتمع المصري زي الشاي اللي بنعمله مش فتله، الشاي اللي بيبقى فيه بنعمل شاي فما تقلبيه يبتدي يبقى متعكر لغايه ما يرسى تحت الطفل بتاع الشاي ويبقى الشاي اللي فوق نقي. المجتمع المصري كده دلوقتي تقلب اهو واحده واحده هيرسى. وهذا المجتمع العبقري، مش بقوله لاني مصري، الفلاح اللي كان مسؤول عن الفلاحين في الدستور لما يسألوه انت ليه ما وقفتش تدافع عن حق الفلاحين في مجلس في الدستور، فيقول عيب ان احنا نحرق اللحاف عشان فيه برغوت. شوف التعبير، مش مصلحة شخصية بقى، مش الحكاية، مش حكاية ان انت تدوري على حاجة ضيقة تحارب عشان الاساس مصر، فمش هنحرق اللحاف عشان برغوت. احنا عملنا السنة اللي فاتت كعيلة عملنا الداعية، وكنا بنتريق عليهم بنقول لهم هم دول الشيوخ بتوعكم، دول مش الشيوخ، الدين بتاعنا ارقى من كده بكتير جدا جدا. وعلى فكرة المسلسل كله خلص قبل 30/6، احنا بنحاربهم في وجودهم. عندما يكونوا ضعفاء لن نقيم لهم وزن، وهم اضعف من ان احنا نقيم لهم وزن. وادفع عشان ارتاح كمان. انا طلعت في ميدان التحرير يوم 1/7 وانا بعيط، قلت للناس كلها الحمد لله على سلامة مصر، مصر رجعت بس اوعوا تكون فاهمين انها رجعت، دي البداية، نفضل في الميادين وهنفضل موجودين لغاية ما مصر ترجع بجد، وانتوا اللي هتعملوا ده مش انا الراجل كبير، انا مش عايز حاجة من مصر، ادتني كتير، بس ولادي عايزين وهي عايزة منكم وعايزة من ولادي، البركة فيكم. ممكن احنا نموت وممكن مليون قائد يموت نتخيله، لكن تظل مصر الشامخة هي وكل الدول العربية. كفاية وقفة الامارات والكويت والسعودية من القلب، في كل بلد حب وفي كل قلب مصري حب للاماراتيين وللقائمين عليهم، وحب ما هوش مفتعل وما هوش حب حاجة وما هوش حب علشان خالص، وانما حب من القلب. هو احنا عندنا الجزء الثاني من عمر بن عبد عمر شارع عبد العزيز، وعندنا اول مرجع باذن الله يبقى معايا 15 حلقه من مشواري، اول مسلسل لعمرو دياب كاتب الدكتور مدحت العدل. هو مشوار حياه عمرو دياب بس طبعا معمول بشكل درامي، واعتقد انه هيبقى شيء جميل. عمرو يستاهل المنطقه اللي وصل لها دي، ما وصلهاش كده، والا كان زمانه وقع بقاله كتير، ده من ساعه ما طلع وهو قاعد ما تهزش. ليه؟ هنعرف في المسلسل.